بسم الله والحمد لله والله أكبر. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هكذا اصدقوا العذاب ونعم الذوق الرفيع لكم، وهو ذوق رفيع بالمقلوبة، ما عندهم حتى ذوق، اللي عنده ذوق يصلح حواله مع ربي. شنو تخسر انت؟ ربي قالك صلح روحك، صلح روحك، وربي ينصح بيك رحمة بيك ويحلك الماهية متاعك فيك، راك مخدع انت راك الشيطان. ما حبيتش عندك ما يستنى بيك نعمة الموضة اللي مش تكون فيه في الدنيا، وترى سكرة الموت اللي ما تجمش تتصور ماذا يحدث فيها من آلام ومن سوء أحوال والعياذ بالله. وعندك بعد تنتقل إلى المرحلة البرزخية، وبعد نهاية المطاف بعد البعث من الأجداث أي من القبور والحشر للجمع والحساب، وبعد تلقى في النار ولا يأتيك لا نور ولا ماء بارد. ويا مالك اللي يقضي علينا ربك، لو أنت مش تحكم في مالك باش يواصل الرغبة متاعك، وبعد ربي يقول أي ارحمه هذا نير برك، وقف علينا العذاب نير برك ولا جيبني الموت. الشهر الحرام بالشهر الحرام حرام الحرمات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، هنا متعرفش لي يدور بيك الموت، ولكن ربي ما قدركش الموت في كل ملح ماليك يأجل لك عليك طر. عاد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن أشكال التعذيب الإلهي لأهل الجحيم هو يأتي الموت يدور بيه يدور بيه، ولكن لا يحصل عليه، خليك عسل يرتاح صحيح، انتهى بالموت، تنتهي الآلة. هذا لا يحصل لكم مهما كنتم على أذكياء في الدفاع عن أنفسكم، اللي هي أنفس مريضة والأمراض عديدة، فأنتم كونسونتري دو مالادي دونك فو سيري فو زوري أن سوبليس تري كونسونتري بار لو في دو برازي. والسلام على أهل الإسلام.